هي إلى الأطفال فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سترا ومن خلفهم سترا فأغشيناهم فهم لا يبصرون والسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة الله الكريم إنا نحن نحب الله ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء نحصيناه في إيمان مقيم خذ اللهم صلى الله عليه وسلم المصلون إذا صلى إليهم الدين فليتقوا ما بعد الله ذلك وتشهد أرجلهم مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوب ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب إذا أراد شيئا أن يقول له فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا أغلال فهي إلى الأطفال فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سترا ومن خلفهم سترا فأغشيناهم فهم لا يبصرون والسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة الله الكريم إنا نحن نحب الله ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء نحصيناه في إيمان مقيم خذ اللهم صلى الله عليه وسلم المصلون إذا صلى إليهم الدين فليتقوا ما بعد الدار الثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون وقرير من الأرض على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين تطوف عليهم ولدان مؤنثون بأكواب آخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظلم يحوم بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحرص العظيم وكانوا يقولون إذا منا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون أولا لا تنبهون كل الأولين ولا إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الظالمون المكذبون الآن كيلون من شجر سقام فمالئون أمن البطون فشاربون عليهم شارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تذكرون إنا لمحرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي يشربون تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المتشجعين كان دائما لا يفارق حملته يجلس بينهم محبة في القرآن الكريم حياته كلها أمضاها في تشجيع القرآن الكريم فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده في رحمته ويسره فسح جنته ويجعله في جوار يبنيه ويغفر له ما تقدم وما تأخر من ذنبه.
يا رب اغفر لعبدك هذا، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم تجاوز عنه، اللهم اجعله في قبره، نور له فيه، افتح له فيه بابا من الجنه، يتنسم روحها ورائحتها، سنها جرائم، نسال الله سبحانه وتعالى الكرم والرضا، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يشمله بمغفرته ورحمته ورضاه. ايها الساده الحضور،